اخر سؤال، كيف الوضع؟ عشوار. يا دل، ولو ما كنا على الهوا شو كنت جاوبتني؟ قلت لك عشوار. كمان عشوار. اخو الشوار. على الوضع ما فيك تقول تمام هلا، لا تشرين الثاني ما هيك؟ على ساندرين فيك تقول تمام؟ من بدون شك في تمام. ساندرين. كارتك نبيل ابو منصور، اطرح سؤالا على نفسك واجب عليه، يعني اول مره بتعملوني صحافي على حالي. وين صحافي؟ بسال حالي اذا كنت تجاوزت كثير بهالمقابله ولا لا. تجاوزت. ايه بظن اني تجاوزت، ما كان لازم اخوفكم هالقد. ارتعب توني. لا خايف عليك هلا صرت. ما تخاف علي ابدا باذن الله. على كل حال نبيل ابو منصف دائما مثل ما بيقولوا مدعيت لل سان بليزير، يعني مدعيت للراحه الواحد يسمع. انا بشكرك وبهنيك على البرنامج اللي هو انا ما بطلع بتعرفي ما بحكي غير بالسياسه. نعم. بس برنامجك فيه مزيج من كل عينات المجتمع اللبناني. نعم. بيخلط الفن بالثقافه بالصحافه بالسياسه وبيأدي النموذج كثير جيد على المجتمع اللبناني، وانا بهنيك كمان. هيدا لبنان اللي بدنا بدنا لكن انت عم تعتذر على صراحتك، نحن شاكرينك على هالصراحه. يعني اخشى ان يكون هيك. وبعدين هذا نبيل منصف هو دائما مثل ما بيقولوا ايجال لحاله، يعني هو دائما مثل ما هو مثل نفسه. يعني اللي قلت كثار من السياسيين والبعض منهم عزمك لعنده على البيت مثل الجنرال عون ورئيس سليمان فرنجي والوزير فرنجي. اذا اعتبرنا سليمان بيك معنا الليلة وبالإذن من الست ريما، كيف كان معقول يتغزل برهف؟ يعني بالحلقة نحن فيها وجودك وحده محليها، نحن ضيوفك بالحلقة واللي فيها مكفيها. تذكر عملنا ديو أنا وليه. أوف 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 توني، غنية لخوليو ما لها علاقة بالقوف. عون وجعجع وقتها بتتذكر؟ صح صح صح. كنت عم بقول له سي تو نكزيستي با جامي دو لافي، مين عم يحكي؟ لحقني اللون يا حكي. انا لمين جاكزيستوري؟ خيي لا تكزيستوري ولا جيستوري، اذا بتريد لزوم حلولك وقت العباد العون بكون هاوري. ما في شيء عم بيصير سون توا يا خيي، سون توا سون نيمبورت كي جو سيب عمار معروف سكوت بدون ما تسمبادني. يا اختي ليش هاي ما بروح بلحقوني بالحكيم؟ شغلي بدك حكيم، فعلا بدك حكيم يا اخي. روح العب يا صبي. لا انت العب، بدك تلعب بصرة. انا كنت صغير لعبت كثير تحت الشجر، ولكن انت هلا تنية لازم تلعب اكثر. شو العب تحت الشجرة يعني؟ يا خير انا بعربش على الشجرة، بنط عن الشجرة، بنزل تحت الخيمة بطريقة تانجنسيال هيك بحاوط الموضوع. انت شو 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 برنامجك؟ قل لي قل لي قل لي، ما عم بفهم ما عم بفهم. نحن برنامجنا هو الاصلاح والتغيير، ولكن في مش تعتير مثلا؟ تعتير فشرت برقبتك. شو مكتوب على كارتك رجاء قدي؟ اجمع اربع قطع نقديه من الجمهور. ما في قطع نقديه، كله صار ورق، النقد غالي. ما لا في كوينز اكيد، في كوينز. لا ما في اكيد، في كوينز 500. هيدا عنده سر ولا عنده كونز؟ بعتبر انه الورق ما له قيمه. بدك تقوموا وتجمعون. أربعة بس كافيين. معه مصاري كثير ما تعطوه. رح يصير في عندي سروي. ليه
ليلى جاي لحالك ولا جاي بام قاسم معي؟ بفرقونيش كلهم معي. نحن عم نسال على ام قاسم، ام قاسم معك الليلة؟ اكيد اكيد. وام قاسم شو بتحب تشرب؟ ام قاسم قرعة مت تمام بتروق الاعصاب. ليكي صابرين شو شاطره حضر الاشياء قبل منى. هذه مشروب الاصدقاء. هيدي صندريه جبتها ولا انت؟ مشروب الاصدقاء. ايه قرعه المتة شو بتعمل؟ هيدي مشروب الاصدقاء وبتهدي الاعصاب وبتروق وبتخلي الانسان يفكر على رواق. على كيفك على كيفك تزعل ترضى على كيفك قلبي نازل عندك ضيف قلبي نازل عندك ضيف يا حبيبي توصى بضيفك. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وأخذ الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لأول مرة منكم سوا. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطلوموني. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعطلوموني. غمضت عيوني خوفي منك فيك مخبى بعيوني وهب الهوى مكان الهوى لأول مرة ما منكم سوا. يعني بحب أسأل الأسئلة يلي مش منسألة. طب يعني سألوا للدكتور جعجع الليلة كم سؤال دكتور. بالنسبة للمبادرة الأخيرة يلي أطلقتها بعيد الشهداء، لوين بدها توصل هذه المبادرة؟ علما أنه صار في كتير ردود فعل سلبية عليها. عن بس حكيت عن عن مبادرة لشباب الطيار. بتتوجه لكل كل 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 شابات طيار الوطن الحر الحلوين اللي بيلبسوا قصير. شوف الليلة شوف الليلة رح يتسنى لك تعمل مقابلة مع اثنين مع الجنرال عوند كمان. مش فيني فادي كانوا اثنين. اذا انت ما بتشنج الاجواء مين بشنج؟ بتحركش وبتعمل خبريات. شو حلو عني بقى ما الجنرال. يا جنرال بتحطوا الحق على الاعلام انتوا. اسم الله يعني انتوا ما بدكم اعلام يعني. طيب رح قلكم كلمه وحده سكتوا. كمحاور سياسي متفائل او متشائم بالنسبه للوضع؟ مثل ما بيقول الرئيس بري دولته متشائل. متشائل 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 معن عبد ابو بلحب بيت بيلو 14 ادوار كيدي كست بدا ودخل شعارك عيونك الزرقاء في شبيلك الملك الكلة. عمرك يا ابن حبودي لحتيري لحتى عاورة حتى سبلد لحتيري بحوري. طلبات عندها طلبات دايما ام حمودي. ايه الله وكيلك. شو بتطلبي منه طلبات؟ شو عندك كده؟ لا ماشي يعني ولو مش ابن حمودي رئيس بلدي. ايه الاولاد بدنا نوظفهم من حواض البيت. شو مكتوب على خدتك يا نور؟ ليف كنت جوا للعدسة. قبل عدسة الكاميرا الموجودة إلى جانبك. يلا يعني عم تقلبي. يلا أكيد مليتوا للعدسة منى. ما قبلين المخرج أبدا. بوش أبوش بتعمليها ما بجوية حرام مسحوها شو أعطيني يلا بوسيها بوسيها الكاميرا للمشاهدين.